كسر الغلام زجاج نافذة البناء من غير قصد، شأنه شأن البشر، فأتاه والده وفي يده عصا، غضبان كالليث الجسور إذا زأر، مسك الغلام يدق أعظم كفه، لم يبق شيئا في عصاه ولم يذر، والطفل يرقص كالذبيح ودمعه يجري كجري السيل أو دفق المطر. نما الغلام وفي الصباح أتت له الأم الرؤوم فأيقظته على حذر، وإذا بكفيه كغصن أخضر، صرخت فجاء الزوج عاين فانبهر، وبلمحة نحو الطبيب سعى به، والقلب يرجف والفؤاد قد انفطر. قال الطبيب وفي يديه وريقة، عجل ووقع ها هنا وخذ العبر، كف الغلام تسممت إذ بالعصا صدأ قديما في جوانبها انتشر، في الحال تقطع كفه من قبل أن تسري السموم به ويزداد الخطر. ندى الأب المسكين وأسفي على ولدي ووقع باكيا ثم استتر. قطع الطبيب يديه ثم أتى به نحو الأب المنهار في كف القدر. قال الغلام أبي وحق أمي، لن أعود فرد ما مني انبتر. شده الأب الجاني وألقى نفسه من سطح مستشفى رفيع فانتحر. شده الأب الجاني وألقى نفسه من سطح مستشفى رفيع فانتحر، من سطح مستشفى رفيع فانتحر. كسر الغلام زجاج نافذة البناء من غير قصد، شأنه شأن البشر، فأتاه والده وفي يده عصا، غضبان كالليث الجسور إذا زأر، مسك الغلام يدق أعظم كفه، لم يبق شيئا في عصاه ولم يبق